كي ندوي لك على بيغ الانسان ولا بيغ الفنان؟ حيت انا تنعرفهم بجوج، بجوجهم صحابي ياك، واحد انا فان ديالو واحد صاحبي. بيغ الانسان صاحبي، نقدر نجلس معاه نشرب معاه قهوه ندوي ونضحكوا، ما كاينش مشكل، وتنتعرفوا انا وياه ومع الدراري ماستا وفريمون بزاف ديال لي زارتيست. هادشي تنقول لك في 95 96 97 زعما من الوقت اللي ما كان والو. دونك من ديك الوقيته تنتعرفوا تنضحكوا، كل واحد فينا شاف ليفولوسيون ديال الاخر ياك. لي دو فيديو كليب اللي دار الاخرين، انا تنظن بان 175 كيلو سي نورمال، 170 كيلو سي واحد الوقيته راه كيف ما بغيتي تكون، تتعيا من الهضره ديال الناس الخاويه. وفاش تتعيا من الهضره ديال الناس الخاويه كيف ما بغيتي تكون زعما كالم، تكون تدير اليوغا، تكون تدير ما عرفت شنو، واحد الوقيته تتكعى وتيولي خاصك الدوي. هو دواء على شي حوايج اللي تنشوفوهم، ما كاينينش غير في الراب، كاينين في الراب، كاينين في الاخراج، كاينين في القهاوي. راه واحد تيحل محلابه الاخر تيجي يحل حدا محلابه وتيحاول يكونكوري الوغ كو على والو. علاش؟ حيت واقيلا حنا في الدم ديالنا كمغاربه هادشي. دونك هو دواء كلاشا ياك، مي الا سمعتوا لي بارول مزيان راه تيدوي غير في المعقول، فهمتي؟ ماشي تنسوبورتي حيت صاحبي، نو، تنسوبورتي حيت فنان. زعما راه نقدر نكون ما نعرفوش ما تعرفوش وغادي نسوبورتي هذاك الشيء اللي دار. علاش؟ حيت دارو كفنان ودوا على شي حوايج اللي معقولين. لا بروف سي كو مورا ما خرج الكليب ديزي دروس دار حتى هو موسيقى زوينه وفيها الراب، الدراري كلهم. دونك اشنو ولا عندهم؟ ولا عندهم واحد السيد اللي يقدروا كيف تنقولوا ليدر ياك، هذاك الليدر بحال حط لابار وكلشي خصو يمشي لها. دونك هذاك الشيء اللي طرا معايا في الاخراج، وهذاك الشيء اللي طرا مع بزاف الناس بزاف ديال لي دومين. دونك تنظن بان في كل دومين خص شي، اليوم بيك غدا واحد اخر، اليوم انا غدا واحد اخر، عاوتاني. دونك ما يمكنش تجي وتقول راه انا هو الصمم وتبقى دايوغ. هو في الا سمعتوا الاغنيه راه ما تيقولش بان انا راه انا هو الواحد، تيقول لك انا ها اش نعرف ندير. مانو نتوما شنو تتعرفوا ندير؟ دونك هذا هو الميساج. الناس اللي انتقدوا تنظن بانهم ما شافوش كليب حتى الاخر، حيت كون شافوا الكليب حتى الاخر وعرفوا لاكوز اللي تيدوي على هذا السيد، غادي نفهموا علاش دار هذاك الكليب بهذاك الجراه بهذوك لي زيماج بكل شيء. دونك فريمون ماشي تناخذ موقف لا، حيت انا تفرجت في الكليب وقلت دايوغ فاش تفرج فيه، تفرج فيه قبل ما يلوحوا، كنت جالس انا وياه وتيشوف فيه، وانا قلت ليه انت مسطي، وانا رجع كملت قلت ليه لا انت عندك الصح. تجيب ما رياكسيون تاع انا قبل ما يسالي الكليب كانت قلت لي انت مسطي، وموراها قلت لي لا عندك الصح. حيت فاش شفت السوجي اللي مشى تيدوي عليه فهمت بانه عنده الصح، سي دي سوجي اللي كلشي تيهرب منهم وهو مشى ليه.